عليكم زوينه ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو. هذا الفيديو زوين بزاف، غادي نبارطاجي معكم البنات واحد لاستيس صغيره غادي تعالجلك الشعر ديالك من التساقط. بزاف البنات كيقولوا لي راه شعرنا كيطيح، شعرنا كنفيق فاطمه زهراء، كنفيق كنلقى شعري لاصق في المخده. فاطمه زهراء كنجي غير نمشط شعري كنلقى المشطه ديالي عامره بالزغب، معرفش كنقول يمكن انا واكله شي حاجه اولا واكله شي تسمم اولا شي توكان الله يحفظ اولا. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم الحل، واليوم غنبارطاجي معكم واحد الحاجه صغيره كنديرها، وغنبارطاجي معكم واحد النصائح اللي غادي تفيدكم. انا متاكده غادي تفيدكم باش الشعر ديالكم ما عمره ما يبقى يطيح. وكذلك هذا الشيء هذا انا نبغيكم ديروه حتى البنيتات ديالكم والوليدات ديالكم، رجالاتكم اللي عندهم مشكل ديال الصلع، اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر. اليوم جبت لك الحل، فالحل زوين. الحل هو ان غادي ندير واحد الكموسه صغيره في هذه القرعه هذه ديال شامبوان اولا اي شامبوان تي كتستعملي، ماشي هذا باش ما تقولوش راه كدير الاشهار. انا حيت كنغسل حاليا بهذا فغادي نبارطاجي معكم هذا. كديري واحد الكموسه صغيره في شامبوان ديالك وكتخليها واحد المده، يعني ما كتستعملي الشامبوان حتى كتطلق، وديك الساعه كتبداي تغسلي شعرك وكوني متاكده ان الشعر ديالك غادي يولي ها هكا 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 كيشعلش منك يا 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 بلوقه. بعد ديك الشعر ديالك يولي كيبري، الشعر ديالك يولي كيبري، واخا ما تكوني دايره لا سيروم لا شي حاجه، الشعر ديالك كيولي يعني كيولي فيه واحد اللمعان وكيرطاب كيهبط، يعني ما كيبقاش مشوك اولا طالع للسماء اولا كينشف كيطلع كيولي بحال جاكس. لا 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 داكشي ما غاديش يبقى ان شاء الله، التساقط ما غاديش يبقى ان شاء الله. غادي نبارطاجي معك واحد جوج ديال النصائح تبقاي تستعني بهم حتى همايا باش يعني تفادي هذا الشيء هذا كامل. يلا كاملين نشوفوا شنو غادي نديروا في شامبوان ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله، فخليكم معايا وما تمشيو فيه. البنات الغزلات ديالي البوغوسات توسات ديالي غادي نبارطاجي معكم هذه الوصفه، وانا متشوقه انني نبارطاجيها معكم. علاش؟ لان اول مره غادي نحطها في لاشين ديالي، ديجا عندي بزاف ديال الوصفات ديال الشعر. مي ما نكذبش عليكم، هذه الوصفه هذه اول مره على القناه واول مره على اليوتيوب بصفه عامه، لان قلبت وما لقيتهاش، ما لقيتش الاخوات حاطينها. مي غادي نبارطاجيها معكم، وبزاف بزاف بزاف ديال البنات كيقلبوا على هذه الوصفه هذه، فريمون خطيره خطيره خطيره. علاش؟ لانها كتعالج لك الشعر من التقصف، كتعالج لك الشعر من انه يعني كيبقى يطيح ليك، كتمشي للحمام كيطيح لك بزاف، كتفيقي من النعاس كتلقاي الشعر بزاف في المخده، كتخلعي كتقولي شنو واقع ليا. البنات ما كيطواش لهم الشعر ديالهم، الشعر ديالهم حرش كرد، بزاف ديال الامور يعني اللي كتعرض ليها البنت في الشعر ديالها. فاليوم غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي ساهله ماهله، واكيد غادي تعجبكم، اكيد غادي تحمقكم. واهم حاجه الشعر ديالك غادي يولي طوال يا اختي، غادي يولي طوال، ما يبقاش محدود، ما غاديش يبقى يعني محدود في داك الطول ديالو، لا غادي تزاد لك في الطول ديالو. فاول حاجه كما كتشوفوا انا حاطه هاد الكتانه هذه كما كتشوفوا توب، المهم نتوما استعملوا توب ديال حياتي، المهم اي حاجه الورد. ممكن تقدر الورد تقريبا واحد معلقه ديال الورد غادي نديرها في هذه الكموسه. وعندي هنايا الخزامه كما كتشوفوا ها هي، حتى هي معلقه صغيره. وغادي ناخذ عندي هنايا القرفه، القرفه اما خذوها عواد، انا ما عنديش عواد صراحه، من الاحسن تستعملوها عواد باش تبقى يعني ثابته لكم في هاد الزويف هذا. المهم ماشي مشكل، انا غادي نستعمل يعني شويه بحال هكا ديال القرفه. وإلا ما بغيتوش تستعملوا القرفه استعملوا القرنفل، ديجا حتى القرنفل ما عنديش. مي هاد الوصفه هذه راه ما نكذبش عليكم البنات، الا مشيتي استعملتي مع هاد الاعشاب اللي حطيت هنا، درتي القرنفل عواد اولا درتيه بودر، ما نكذبش عليكم الشعر ديالكم غادي يبقى غادي وكيطوال كيطوال كيطوال تبارك الله ما شاء الله. وانا متاكده غادي ترحموني على هاد الوصفه وغادي تعجبكم وغادي تشكروني. مهم انا غادي ناخذ هاد الكميميسه هادي غادي نجمعها كما كتشوفوا،
بزاف منكم اللي غادي يقولوا لي واش ممكن فاطمه الزهره يعني هاد الشيء هذا نديروه في شامبو ديريكتومون، ممكن ديريه، مي انا ما كتعجبنيش هذيك القضيه بزاف. علاش؟ لان يقدر ملي تبغي تجي تغسلي يطيحوا لك هاد الاعشاب اللي درنا، يطيحوا لك في شعرك ويبرسطوك. فداكشي علاش انا قلت نديرها في كميميسه بحال هكا، ودوك المواد اللي انا بغيت راه غادي يعني يطلقوا في شامبوان. سمحوا لي بغيت نزيرها مزيان، غادي يطلقوا لي في شامبوان، وهذا هو المهم. ما عدا القرفه، لان القرفه درناها بودر غادي تقدر تهبط، مي ماشي مشكل، يعني كتبقى بودر، يعني راه غادا تغسل، ماشي بحال الخزامه. وهذا كما كتشوفوا كميميسه بحال هكا. هاد الكموسه البنات غادي تعالج لكم الشعر ديالكم من التقصف ومن بزاف ديال المشاكل كتعانيوا منها. كناخذ يعني شامبوان وكنحاول نخشي هاد الكموسه هادي في هاد الشامبوان هذا. المهم انا غادي نحاول انني نخشيها، ها هي. فريمون هاد الطريقه واعره بزاف، غير جربوها البنات، ولو تجربوها واحد شهر ولا شهرين، وردوا على اختكم فاطمه الزهراء الخبار. بقاو تغسلوا يعني بهاد الشامبو هذا، لان غادي يطلق فيه هذاك الشيء اللي درناه فيه. بالنسبه لهاد يعني الطريقه هذه اللي وريتكم اليوم، ضروري تخليوا هاد الكموسه في شامبو تقريبا واحد 3 ايام حتى 4 ايام حتى تطلق، يعني ما تغسلوش شعركم حتى يطلقوا دوك المواد مزيان مزيان في شامبو، عاد بداي تغسلي شعرك. وخلي حتى بنتك تغسل منه، ولدك، مهم نكونوا متاكدين البنات ان الشعر ديالكم غادي يتغير، غادي يتغير الكثافه ديالو، الملمس ديالو، النعومه، غادي يولي ملس، غادي يولي يعني رطيطب، ما يبقاش لك حرش. والريحه يا سلام، نتوما عارفين الخزامه شنو يعني الريحه ديالها. كذلك الورد كيرطب الشعر، كيكتفو، كيعالج لك تساقط الشعر، يعني بزاف ديال الفوائد غادي تحصلوا عليهم من هذه الطريقه اللي وريتكم اليوم. دابا الزوينه ديالي كيفاش اختكم فاطمه الزهراء محافظه على الشعر ديالها. ديجا بارطاجيت معكم وصفه لتطويل الشعر، هذيك خليوها بوحديتها. دابا وصفه اللي غادي تحافظ لك على النمود الشعر ديالك، وعلى انه ما يبقاش يتساقط وما يبقاش يطيح وما يبقاش طالع لك للسماء ومشوك وحالته حاله واحلى معاه وكوك. عباد الله قلبوا لي على الوصفه اللي غادي تخلي شعري يبقى لاصق في راسي ما يبقاش يطيح. اليوم هذا هو الحل. هاد الكموسه اللي درنا في هاد الشامبوان هذا فريمون شي حاجه اللي واعره بزاف. الا درتي الا زدتي غير عليها، انا ما عندي الصراحه، غير الا زدتي عليها القرنفل خلاص، الا زدتي القرنفل صافي خلاص اكتملت الوصفه. فحاولوا تزيدوا تا هكا واحد 3-4 ديال القرنفلات هكاك فديك الكموسه وديروهم. بالنسبه للقرفه ديجا قلت لكم الا ما بغيتوش ديروها غبره ديروها عويدات، انا هي ما متوفرش عليها. مهم كتبقاي تغسلي شعرك عادي طبيعي، ما كاين حتى شي مشكل. مهم الغزالات ديالي، النصائح اللي غادي نعطيكم هي ان الشعر ديالكم لا بغيتيه يستافد من الوصفات، وبغيتيه يتنفس مزيان، وبغيتيه طوال، وبغيتيه يعني يوصل لهذيك الدرجه اللي انت كتمنيه، فحاولي ان كل شهر تقطعي من شعرك واحد شويه، واحد سنتيم بحال هكا. ديجا انا اصلا خصني نقطع هذا الشيء هذا، ها هو يا كما كتشوفوا هاد الرويصات هادو كيتفرقوا على بعضياتهم، وخا تحطي الوصفات راه ما كيستافدش شعرك. فضروري كل شهر تقطعي، تقولي بسم الله، تاخدي مقيس وتقطعي واحد سنتيم، يعني واحد شويه من شعرك من التحت. هاد الطريقه كتخلي الشعر انه اولا يستافد من الوصفه اللي كديري، يستافد من الزيوت اللي كتحطي على شعرك، يتنفس مزيان، يتهوى مزيان، ويتعالج بطبيعه الحال. ثاني حاجه المشيط ديال الشعر، الا بغيتي شعرك ما يبقاش يطيح، هذه انا بالتجربه قسما بالله وربي شهد عليا الى شعري. تخيلوا مني كنت كنمشط واحد الايام، واحد الايام كنت دايره الفولار، وبزاف كانوا كينتقدوني علاش دايره الفولار وعلاش حيدتي، علاش درتي وعلاش حيدتي. انا كان عندي مشكل، كان شعري كيطيح لدرجه انه شي بلايصه في وليت مبرقعه، كان تيطيح ليا في المشطه حتى وليت مخلوعه، تنقول يمكن انا واكله شي حاجه ولا شي توك الله يحفظ ولا شي حاجه. فشنو مني بحال تقلبت وسولت لقيت ان انا خصني العصا. علاش؟ لان ما كنتش كنمشط شعري، كنهملو بالسيمانات، ممكن ان نغسلو ونخليه حتى الغسله الاخرى ما تنمشطوش.
فالزغبه تلوات تلوات واللي طاح راه طاح وبقى لاصق تما. ومني جيت انا بغيت زعما كاينه ندير فيه خير ونمشطو، عرفتي شحال طاح ليا؟ شحال طاح ليا؟ راه بقى شعري قصي ماشي قصاور، هو في نفس الطول ولكن قليل، قلال ليا شعري بواحد الطريقه ما تصوروش. فاللي ننصحكم به هي انكم اول حاجه تقطعوا من شعركم، ثاني حاجه تمشطوا شعركم. علاش الكور قبل ما كيبغيو ينعسوا كيدوزوا مشيط على شعرهم؟ علاش؟ كتدوري الدوره الدمويه وكتحاولي انك تعاوني البصيلات ديال الشعر انهم يتنفسوا وان الشعر ديالك ينمو وما يبقاش يتساقط. هو راه طبيعي انه يتساقط ولكن ما خصوش يتساقط بديك الكميه اللي كثيره بزاف. فكنتمنى ان هاد جوج نصائح عطيو للشعر ديالكم الزيوت اللي كيغاتين طبيعيه، الوصفات بحال هكا، واخا تاخدي غير شامبو وديري فيه القرنفل كوني متاكده ان شعرك غيولي واعر، الريحه ديالو واعره، كلشي غادي يولي سانك سانك يا سلام. المهم كنتمنى ان هادشي اللي بارطاجيت معكم اليوم تستافدوا منه. والعلاج سيري شهر سيري شهر، انت دائما ديريها، ما كاينش مده ما كاينش وقت محدود، دائما اي شامبو ديري فيه كميميسه ديالك. ما بغيتيش ديري كميميسه ديري داكشي هكاك. انا درت كموسه غير بغيت ما منين نبغي نغسل ما يبقاش داكشي يلصق ليا في شعري ويبقى واحله مع احسن حاجه هي الكموسه البنات. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساونيش بالبارطاج ولي لايك ولي كومونتير زوينه، وما تنساوش الا بغيتوا اي وصفه كتعلق بالشعر قولوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نلبي الطلب ديال الاخوات والزوينات اخواتاتي الزوينات. بطبيعه الحال انا هنا باش نلبي الطلبات ديالكم. المهم الغزالات ديالي تهلاو في ريوسكم، لقيتوني خارجه، المهم تهلاو في ريوسكم وبوسه كبيره لكم، ما تنساوش انني كنموت وكنحماق عليكم. باي باي.